إن الداعية يتعلم كيف يجيب، ما هي الأسئلة التي يجيب عليها، ما يبقاش في حالة استفزاز إن كل سؤال يسأل يعطي إجابة فورية، يستعين بالله. النبي صلى الله عليه وسلم على الروايات المشهورة إنه لما قال إنه هو سيجيب بدون أن يستثني فتأخر عليه الوحي، فالإنسان يتعلم أيضا وقبل ما يجيب يرجع يضبط الكلام. يعني أحيانا الإنسان، وده بيحصل كتير، إن يكون الداعية مثلا في مقام مناظرة أو العالم أو في مقام سؤال، ويسأل سؤال يفاجأ بالسؤال، ف يعني مش عايز اقول ايه، طبعا ده بالنسبه لنا احنا، يعني مش بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، ان الانسان ممكن يتعجل في الاجابه. لا، الانسان لو مش عارف الاجابه يتأنى ويرجع ويضبط مثل هذا الكلام. وكم من محدث وقع في هذا الامر، ان يعني ايه، انه ممكن يتعجل وينسب مثلا حديث ويكون ده للاسف سبب في ضعف هذا المحدث. الخلاصه ان الداعيه لازم يتأنى ويكون الاجابه مش كما يريدون، لان يعني هنشوف دلوقتي قل ساتلو عليكم منه، مش كل القصه، يعني كلمه منه قيل للطبعين، ان انا مش هقعد احكي لكم تفاصيل قصته، انا ساذكر لكم ما يصلح ان يكون تذكره وعبره، ما يصلح ان يكون ذكرى، لان القصص القران ليس للتسليه. وهكذا الداعيه هو مش طالع يسلي الناس، هو مش طالع يقعد يحكي لهم قصص زي اللي بتقعد تتبعت في الواتساب كده وتسلي الناس، لا، يعني ده مش دور الداعية، في هدف من القصة، في مبادئ يريد أن يوصلها، فالقصة وسيلة وليست غاية. زي بالظبط أحيانا إن إنسان يمزح ويوصل بعض المعاني من خلال الدعابة، أصبح ممكن الشيء يتحول إلى غاية، إنه عايز يبقى هو يقال لفلان ما أضحك.